السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم جبت لكم وصفات على بغيوش عملتهم بشكل كاب كيك، عملتهم من في المولتال كاب كيك. جا الشكل تاعهم جميل وكذلك المذاق تاعهم جميل. عملتهم ورقتهم لكن بدون زبدة التوريق، فقط غير بالزبدة العادية مع النشا. نمشي ونشوفوا مع بعض مقادير وطريقة تحضير هاد البغيوش وفرجة ممتعة. لتحضير هاد البغيوش نحتاج هنا 400 غرام فرينة. هنا الفرينة ساسبوت نحتاجو اكثر ساسبو اقل. نمد لكم انا وكنا نرفدو بالكاس تشوفوا كي نكون نعمل في الوصفه. كيس تاع السكر فانيلا، بالنسبه لهاد السكر الفانيلا راه موجود، انا اللي سكنو في تلمسان راه موجوده عند فينيكس. نحتاجو هنا 3 معالق تاع السكر، بيضه، نصف ملعقه صغيره تاع الملح، 10 معالق تاع الحليب الدافئ، 4 معالق تاع الماء كذلك دافئ، 2 معالق تاع الزيت، ملعقه كبيره تاع الخماره الفوريه طبعا. ونحتاجو هنا للزبده ونحتاجو للنيشه. هادو من بعد نحتاجوهم باش نعملو الفايطاج. نبداو هذيك الخماره الفوريه، نفرغو عليها الماء كامل وشويه تاع الحليب وحال معلقه كبيره تاع السكر، ونخليوها نخلطوها ونخليوها تختمر تتفاعل عفوا لمده 10 دقائق. نزيد لها القليل من الحليب ونخليوها تتفاعل. هنا الحليب والماء راه دافين، نخلطوها ونخليوها تتفاعل. بعد ما تفاعلت لنا الخميره كما راكم تشوفوا، الان هذيك البيضه عملتها فان بول، فويها هكذا، نحل هذيك البيضه، نبداو نضيفو في المواد الاخرى، نزيد السكر ونخلط. نضيف هذاك الكيس تاع سكر الفانيلا، كما تقدروا تعودوها بملعقه صغيره تاع لافاني. نزيد هذاك الزيت، غنخدمو هنا غير بيدينا، تقدروا تخدموا حتى بملعقه، علاش ما نصعبوش على الناس في بيتنا، ولا ما نصعبوش على الناس. نزيد الحليب ونخلط دائما، نزيد الخليط تاع الخماره اللي كنا خلطناه مع السكر والحليب والماء دافي تفاعلت، خلطو. نبدا هنا نضيفو في الفرينه، نبدا الان نضيف في الفرينه. انا راه عندي مغربله، نضيف في الكوب الاول، حاولوا ندير لكم كل شيء بالكوب والملعقه. نضيف حتى تتولي لنا عجينه. نضيف الكوب الثاني ونخلط دائما، نكمل ونعاود نولي لكم. هنا شوفوا الكوب الثاني ما راش عندي مملوء، نضيفو بشويه ما نضيفوش مره واحده. شوفوا كل فرينه وكيفاش كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. نضيفو ديك النص ملعقه تاع الملح ونخلط، راني نخلط هنا بلا ماغيز، كما تقدروا تخدموا بيديكم. هنا البغيوش دائما ناكد لا بغيوش تكون عندنا عجينه متماسكه وتكون مطاطيه. لي بغيوش كي ما تكونش عندكم العجينه مطاطيه دلاله على انها ما راش ناجحه. نظن هنا ما نزيدش الفرينه، دونك زوج اكواب والقليل فقط. هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها. انا استعملت شويه فرينه على لو بلون دو ترافاي وسييت نجمعها فقط. العجينه قلنا تكون مطاطيه إلاستيك كما راكم تشوفوا. الان في لو ميم بول اللي كنت عجنت فيه نعمل شويه تاع الزيت ونحطوها هنا، نخليوها تختمر حتى يضاعف الحجم تاعها ونوليو لها. طبعا هنا نحتاجو من بعد للزبده ولا النيشا، هكذا نطلي لها حتى الوجه تاعها باش ما يجيوش هذوك التشققات. نغطيوها بلاستيك اليمونتير ونخليوها في مكان دافئ تخمر. بعد ما اختمر البغيوش كما راكم تشوفوا ضعف الحجم تاعو، الان اننا نعاود نمروا بالمرحله الثانيه، نرفدوا لاباط تاعنا العجينه تاعنا، نحاولوا هنا نهويوها نخرجوا منها الهواء. راه مطاطيه راه مليحه. وهنا بين كوبات نقصوه، نقصها هنا على ست كرات، نقص
حطيت قلت العجينه على 6 نعملهم دروك البولاج هكذا حتى المول ما هام بلا ولا بلاطو ولا اللي يكون عندكم حتى هو دهنوه بالزيت وعملهم البولاج وحطوهم باش نعاود نخليهم يخمروا من جديد باش ما يلصقناش العجين. بعد ما خمرت لنا العجينه كما راكم تشاهدوا شوفوا الحجم تاعها كي ولا الان حنا ماشي نعاود نزيدو نكملوا الخدمه تاعنا نرفدوا الكره دائما سطح العمل بالفرينه والان حنا ماشي نبسطوها نورقوها تساعد بزاف راه تساعد العجينه نورقوها رقيقه بزاف حتى يبدا يبان تبدا تبان طويله العمل راه العجينه مطاطيه نورق ونجبدها هكذا كما راكم تشوفوا شوفوا العجينه كيفاش ورقتها راه تساعد بزاف الان نرفدوا هذيك الزبده اللي كنت ذكرتها لكم تكون بحراره الغرفه ناكدوا على الزبده هنا تكون بحراره الغرفه ونطليو هنا لاباط نطليوها بالزبده قلنا تكون بحراره الغرفه انا نوري لكم في وحده هي من الاحسن كي تكونوا تخدموا تورقوهم كاع عاد تبداو تخدموا نعمل هالشيء تاع المايزينا النيشا وهنا نبداو نلويو في العجينة تاعنا نلويو العجينة تاعنا على هاد الطريقة أو ميم طو هاكدا لاباط نجبدوها هنا فين بلاصة لي نشوفوهم خشان نجبدوهم باليد باش تجينا العجينة مرقة جيدا هذه هي العجينة تاعنا نعاود نزيدو هكذا نرقوها شوية نرقوها قليلا نحربلوها باليد نحطو هكذا القطعة تاعنا تاع الطول هنا السكين نحاول نعملو الفرينة باش ما يلصقناش في العجينة العجينة كيما راكم تشوفو راها مطاطية ونفتح في الوسط نفتحوها هكذا في الوسط أي نقسمو القطعة على 2 دائما نستعينو بالفرينة كما شفتو راني قسمتها على 2 الان شوفوا التوريق تاعنا هيا دي جات مرقه الان نعملو هكذا على شكل حلزون ندورو على شكل حلزون هذاك التوريق نخليوه للفوق وهذه نتحيوها من تحت بهذا الشكل كنت دهنت مول تاع لي كاب كيك دهنتو بالزبده ونوضعو على الحبه في المول تاع الكاب كيك نخليوها من بعد كي نكملو كاع نخليهم يختامروا عاود من جديد كمل بنفس الطريقه كملت كاع الكميه اللي راه عندي تاع العجين هيا جاتني 12 حبه نغطيهم بين بلاستيك اليمونتير ونخليهم يخمروا حتى يطلع كاع النيفو تاعهم نغطيهم دائما ونعاود نوليو لهم قبل ما نتحيوهم يطيبوا نشوف واش نزيدو نعملو لهم
هنا بعد ما اختمر كيما راكم تشوفوا الحجم تاعو زاد ضاعف، انا نعملوا له شويه تاع السكر كلاص، نغربلو على كل حبه نغربلو عليها شويه تاع السكر كلاص باش تعطينا في الطهي داك اللون الذهبي الشباب. الفرن راه يسخن فيها على درجه 180 درجه مئويه، نتحيهم يطيبوا حتى ياخذوا داك اللون الذهبي ونخرجوهم، نشوفوهم ان شاء الله من بعد. هادو هما لي بغيوش تاعنا بعد ما خرجناهم من الفرن، راه معدا ساخنين. مده الطهي كانت 25 دقيقه في الفرن تاعي، 25 دقيقه طابوا هكذا بهذا اللون. الان بعد ما خليتهم بردوا شويه راني ماشي نعمرهم هنا بالشوكولا لي طل، نعمل هذه لادوي، هذه سبيسيال باش نعمروا لي كاب كيك ولا لا تحبوا تعوضوا الشوكولا تعوضوها بالكونفيتور، كذلك تنجموا تعملوا لا كونفيتور ولا تنجموا تخليهم هكذاك اللي ما يحبش الحلاوه بزاف تنجموا يخليهم هكذا. وهنا فقط كلمسة أخيرة، هذه اختيارية، زيدوا تعملوا تغربلوا عليهم شوية تاع السكر الناعم باش يجي المنظر تاعهم مليح، كيما تقدروا تخليهم هكذاك عادي. وهذا هو الشكل النهائي تاع لي بغيوش تاعنا كيما راكم تشوفوهم حتى من الداخل كيفاش جاو. نتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها، ما تنساوش الا جربتوها تخليوا لي تعليقات، كذلك تعملوا لايك لا فيديو وتبارطاجيو لا فيديو، واللي اول مرة يدخل القناة يشترك ويفعل الجرس حتى يصله جديد القناة. في الاخير نشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.